بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد ايمين. احبائي طلبه وطلبات الصف الثالث سنستكمل الحلقه الثالثه من الدين شرح الدين هنكمل النهارده الدرس الثاني من الوحده الثالثه وهو موضوع الادمان ايه هو المقصود بالادمان الادمان هو الاعتياد على شيء ما وعدم القدره على تركه الاعتياد على شيء وعدم القدره على تركه ده اول حاجه ده المقصود بالادمان ايه انواع الادمان الادمان في جنس وفي انترنت وفي الكحوليات وفي المخدرات ده انواع الادمان اربع حاجات ما هي اسباب الادمان السؤال ده مهم ما هي اسباب الادمان ضعف الوازع الديني التنشئه الاجتماعيه غير السليمه غياب القوه التفكك الأسري تأثير رفاق السوق الجهل بأخطرها هنشوف بقى إيه هي العلامات اللي تظهر تظهر على المدمن نعرف اللي عندنا مدمن ده من إيه أول حاجة التغيير المفاجئ في نمط الحياة نظامه يختلف تقلب الحالة المزاجية شوية متنرفز وشوية هادي العنف والعصبية تدني المستوى الدراسي والعلمي زيادة طلب النقود فقدان الوزن والشهية يبقى إذن أنا أعرف اللي عندي مدمن إزاي ما هي العلامات التي تظهر على المدمن أي بوادر الإدمان اللي هي التغيير المفاجئ في نمط الحياة نظامه يتغير تاني حاجة تقلب الحالة المزاجية ساعة تلاقيه مبسوط وساعة تلاقيه زعلان العنف والعصبية تدني المستوى الدراسي والعلمي والعملي كمان زياده طلب النقود فقدان الوزن والشهيه ايه هي اثار الادمان ما هي اثار الادمان الجانب الجسمي اول حاجه بنلاقي عنده ضعف عام واحيانا توصل لحاله الوفاه لما بيجيله حاله انسحاب الجانب النفسي بيبقى عنده تبلد في المشاعر بيبقى تعبان نفسيا الجانب الروحي ما يعرفش حاجة بقى اسمها ربنا والحاجات ويبعد عن ربنا وعن الكنيسة وما بيصاحبش غير أصحاب السوق كل الحاجات دي الجانب الاجتماعي والاقتصادي حالته الاجتماعية بتقل وكل فلوسه بتروح على الإدمان بتاعه ده أثار الإدمان الجانب جسمي أثار الإدمان جانب جسمي ونفسي وروحي واجتماعي واقتصادي. ايه اشكال الادمان؟ الادمان الكيمائي. ايه هو الادمان الكيمائي؟ ماده طبيعيه زي ايه الماده الطبيعيه؟ زي الحشيش والبنج والافيون. دي مواد طبيعيه متاخده زرع. دي الماده الطبيعيه. ماده مصنعه اللي هي نفس الماده الطبيعيه دي وبس عليها حاجات اضافيه. مواد كيميائيه اضافيه زي الهروين والمورفين طبعا في بقى المسكنات دي من الادمان الكيماوي الانسان لما الحاجات دي بتقل في جسمه بيجي اعراض الانسحاب اللي ساعات بتؤدي الى الوفاه ليه بتجيله اعراض الانسحاب لان الجسم بيعتمد على الماده دي سواء الجسم او النفس فعشان كده بتجيله اعراض الانسحاب دي اللي بتؤدي الى الوفاه. تعالوا السؤال الثاني احنا قلنا الادمان الكيمائي. هنقول الادمان السلوكي. ايه الادمان السلوكي؟ انواعه ايه؟ اللي هو الانترنت والجنس. الانترنت والجنس. ده الادمان السلوكي. ايه طرق الوقايه بقى؟ ايه طرق الوقايه من الادمان؟ التنوير ودور الفرد نفسه ودور الاسره ودور الكنيسه والعلاج طبعا كيفيه العلاج بيبقى فيه اماكن متخصصه لعلاج المدمن يبقى ازاي طرق الوقايه التنوير ان انا اسمع دايما احضر اجتماعات احضر اسمع كلام كويس ابعد عن الشلل والحاجات الناس اصدقاء السوء دور الفرد هو يحافظ على نفسه ودور الاسره تتابع اولادها وتشوف التطورات اللي بتحصل عليها ودور الكنيسه طبعا لازم تدي محاضرات وتنتبه لولادها في النقطه دي اخر نقطه زي يتعالجوا في اماكن متخصصه للعلاج دلوقتي خلصنا موضوع الادمان وخلصنا الوحده الثالثه هنتنقل للوحده اللي بعد كده وحده جميله ومهمه جدا اللي هو تاريخ الكنيسه هنبتدي بالكنايس والاديره في مصر اول حاجه نعرف تاريخ كنيستنا ايه احنا عارفين ان المسيحية ابتدت في مصر في القرن الاول في نصف القرن الاول ولد ادخل المسيحية مصر القديس ماري موروس كانت في الاول نظام العبادة في القبور وفي المغاير لان كان في اضطهاد ما كانش في كنائس لحد بداية القرن الرابع لما جه الملك قسطنطين واعلن الديانة المسيحية ديانه للدولة الرومانية وأعلن التسامح الديني وابتدت تتبني الكنايس والأديرة من القرن الرابع الميلادي في عهد الملك قسطنطين كانت عبارة عن إيه بقى الكنايس في الوقت ده كان النظام بتاعنا إنه هو واخدين الفن الفرعوني على خفيف كده ويكملوا عليه بالفن الروماني واليوناني بنسميه البازيليكي خدوا بالكم الفن البازليكي ده كان النظام الأول، كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن صح وليه جناحين وفي الشرق الهيكل اللي هو الهيكل الكبير كده وباسم الإيه؟ الكنيسة نفسها صاحب الكنيسة يبقى كان زمان أول حاجة أول ما اتعمل خالص كان صحن ليه جناحين وكان الهيكل في الشرق بعد كده حصل تطوير برضو عن نصام البازيليكي الكنيسة اللي احنا عرفناها عبارة عن أربع أجزاء عبارة عن أربع أجزاء الجزء الأول اللي هو ناحية الشرق عبارة عن الهيكل الكبير والهيكلين وهيك... الصغيرين اللي على الجنبين الهيكل الكبير كنا نطلع له بسلمة اللي هو الجزء الأول في الشرق وليه حضن الآب برضو مقوس شوية كده من الشرق الباب الأساسي هو الباب الكبير والمذبح بتاع الهيكل الكبير هو باسم صاحب الكنيسة الاسم الأساسي الجزء الثاني اللي هو خورس الشمامسة اللي بيقف فيه الشمامسة الجزء الثالث اللي هو صحن الكنيسة صحن الكنيسة ده كان بيشتمل على ايه على الامبل حاجة عالية كده كانوا بيقفوا يوعظوا فيه هو مش موجود حاليا. في اللقان عبارة عن حوض صغير في رخام من داير ما يدور كده ده كان بيعملوا فيه اللقان في خميس العهد وفي عيد الغطاس وفي عيد الرسل. اللقان كان بيتعمل في ثلاث أيام في ثلاث حاجات عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد ده اللي كان بيتعمل فيه اللقاء وكان في جرج من المعمودية ده الجزء الثالث اللي هو وفي الناس طبعا الشعب الجزء الرابع اللي هو اللي في الغرب اللي هو أبواب الكنيسة ده شكل الكنيسة كان وطبعا كان في صور وزخارف وحاجات بتجمع بين اليوناني والروماني وحاجات بسيطة من الفرعون هنشوف الكنائس بقى اهم الكنائس الاثريه هنبتدي يعني بالكنائس نشوف شويه كنائس كده صغيرين كنيسه المعلقه اول كنيسه واقدم كنيسه هي المعلقه ليه بنقول عليها معلقه لانها مبنيه على برجين من حصن بابليون فعشان كده عاليه الكنيسه دي آآ كانت آآ عصره آآ نقل جبل المقطم واتعمل فيها الميرون مرة أو حاجة وكان الساعات بيجي فيها يقعد فيها الأب البطرك دي أول كنيسة اللي هي المعلقة تاني كنيسة كنيسة أبو سيفين دي في مصر القديمة في الفسطاط كنيسة الثالثة كنيسة العزراء سيدة العزراء بحارة زويلة كنيسة الرابعة كنيسة مريمينا بفم الخليج في كنيسة عاوزة أعرفها اللي هي مبنية تحت أربع أمطار تحت الأرض اللي هي كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة دي في تحت الأرض مبنية أربعة أمتار تحت الأرض هنتنقل بقى للأديرة الدير كان عبارة عن إيه؟ الدير طبعا عارفين مكان لسكن الرهبان عبارة عن قلالي وفي سور حواليه سور وبيشتمل كمان على مزرعة علشان يزرعوا ويأكلوا منها في مكتبة في مضيافة علشان يستضيفوا الناس دي ده نظام الاديره هناخد بعض فكره عن بعض الاديره اول دير واقدم دير دير الأمبانتونيوس ده موجود في الزعفرانه في البحر الاحمر وده اول دير في العالم لقوا فيه اول مخطوطه قبطيه وفي المغاره بتاعت الانبا على جبل على الجبل كانوا بيطلعوا ساعه ونص عشان يطلعوا يوصلوا للمغاره بتاعه الانبا دلوقتي طبعا الدنيا اتوضبت يمشوا سبع امتار سرداب كده سبع امتار لحد ما يوصلوا الحجرة صغيره فوق الجبل قعد عايش فيها طول عمره الانبا ده اول الاديرة ده اتعمل في القرن الرابع الميلادي تاني دير دير القديس الانبا شوي. ده, شهيد. شهيد. ده تعمل في وادي النطرون ببريه شهيد في وادي النطرون ببريه شهيد اتعمل فيه الميرون تمن مرات موجود فيه طبعا المزار بتاع البابا شموده الدير الثالث دير الشهيد ماريمينا في كينج مريوط ده فيه كاتدرائيه كبيره قوي لماريمينا عملها البابا كرولوس وفي مزار لماريمينا وفي مزار للبابا كرولوس الدير الرابع جميل جدا دير سانت كاترين ده في جنوب سينا ده في حاجات اثريه جميله في كنيسه العليقه كان الاول بيسموه دير التجلي لان كان في عليه في جبل التجلي دير سانت كاترين روسيا ساهمت في حاجات في حاجات فنيه جميله عملت تابوتين كده من الفضه وسانت كاترين محطوطه في واحد منه الجسمان بتاعها نفسه موجود في واحد منهم ليه غطاء من الذهب كده في كتب مخططات جميلة جدا وكتب أثرية جميلة جدا مكان جميل تراث جميل وأثري وزي ما قلنا في جثمان القديسة كاترين آه، نتنقل للدير الأخراني اللي هو دير المحرق الدير ده بيزوره ناس كتير وليه قدسية خاصة عندنا لأن قعد فيه ربنا يسوع المسيح والعائلة المقدسة قعدت فيه عدة شهور أقام في دير المحرق اللي هو على جبل القسقام ما يقرب من عده شهور كانوا قاعدين في مغاره صغيره واتعملت مذبح بعد كده وربنا يسوع المسيح هو اللي دشن المذبح ده دشن مذبح دير المحرق على فكره ده اتواجد قال اشعيا النبي قالوا ذكروا في الاصحاح التسعتاشر من سفر اشعيا يكون مذبح في وسط مصر وعمود عند تخومها دي أهم الأديرة اللي هو دير وادي النطرون الأنبا شوي ودير الأنبا في البحر الأحمر في الزعفرانة ودير كينج ماريوت اللي هو دير ماريمينا ودير سانت كاترين في جنوب سينا ودير المحرق على جبل القسقام في أسيوط دي أهم الأديرة اللي موجودة في مصر. هنرجع لنقطة مهمة جدا، هنشوف وطنية البابا شنودة ووطنية البابا طاطس. طبعا البابا شنودة كان إنسان وطني جدا، وكان بيحب الوطن للنخاع. كان سفير لمصر في كل حتة كان بيشكر في مصر وبيحبها. في حرب الاستنزاف وقف جامد جنب الجنود. في حرب 73 كان بيروح يزورهم على الجبهة. وكان بيروح يزور المرضى في المستشفيات. وليه مقاله معروفه مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. دي مقوله البابا شموده. كان بيحب جدا مصر. وكان سفير ليها في كل مكان. وكان بيسعى لوحده المصريين. كان لما يحصل اي حاجه كان هو بيحاول يحل ويوحد بين المصريين. بالنسبه للبابا توادرس وطنيته معروفة جدا وكلنا عارفينها وكان وهو سفير لمصر في كل بلد بيروحها أهم حاجة عملها البابا تبادرس إن هو شارك في خريطة الطريق اللي هي بعد 30 يونيو كان دي موقف جميل جدا اشترك مع الشيخ الأزهر ومع الناس القيادات الكبيرة وحطوا خريطة الطريق بيفتخر بمصر في كل مكان بيروح كل مكان بيروحه بيفتخر بمصر وبيحب مصر وقال المقولة بتاعته المشهورة إن وطناً بلا كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا وطن إن وطناً بلا كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا وطن ويقول إن مصر دي أحسن وطن في العالم كان بيحب هو بيحب مصر جداً وبيتكلم عنها كتير في البلاد بره هنتنقل بقى للدرس التاني إحنا كده خدنا الدرس الأول عبارة عن إيه؟ الدرس الاول خدنا الكنايس وخدنا الاديوره وخدنا موقف الباباوات من وطنيتهم وموقفهم من مصر هنتنقل للدرس الثاني اللي هو العمل المسكوني ومجلس الكنائس كلنا شايفين وبنتكلم عن الوحدة المسيحيين وكل عمال يتكلم في الموضوع ده الكلام ده مش اول مرة نتكلم فيه او مش اول مرة يتواجد احنا طول عمرنا من وقت المسيح السيد المسيح له المجد وهو بيهتم بوحده الكنيسه المسيحيه بيهتم بالمسيحيين بوحدتهم نلاحظ ده في ايه في الايه اللي آه بنقولها دايما جسد واحد روح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم واحد احنا جسد واحد روح واحد كما دعيتهم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد في حاجه كمان في الصلاه الوداعيه في يوحنا 17 كان بيكلم كل رجاء وكل طلبته وصلاته من أجل أن كل الكنيسة المسيحيين وكلهم جسد واحد بيطلب من الآب أنهم يكونوا واحد زي ما أنا وإنت واحد يكونوا هم فينا كمان يكونوا مع الأب في الآب والابن يبقى إذن ربنا يسوع المسيح كان أهم حاجة عنده إن هو وحدة الكنيسة وحدة المسيحيين فعلشان ينفذوا وصية ربنا يسوع المسيح والطلبة اللي هو بيحبها إن هم يتوحدوا هيحصل إيه ده بقى ده من الأول خالص من زمان من سنين طويلة بنقول عليها المجالس الكنائس المسكونية إيه يعني إيه المسكونية دي إيه الهدف منها هدفها إيه وعملها إيه العمل على زيادة التعاون والوحدة بين الكنائس المسيحية في المسكونة يعني في العالم كله الهدف من المجامع المجالس المسكونية دي إن هي يكون في وحدة وتعاون ومحبة بين كنائس العالم كله إيه الهدف بتاع مجلس الكنائس ده عموما عموما كده الاستماع للرأي الآخر واحترم الراي الاخر وما جادلش فيه. يبقى اول حاجه في المجالس اللي بيعملوها دي احنا هنعرفهم كم مجلس دلوقتي بس احنا عاوزين نعرف ايه المبادئ اللي قامت عليها؟ ما هي المبادئ التي قامت عليها او انشئت عليها المجالس المسكونيه؟ اول مبدا زي ما انا قلت الاستماع للراي الاخر واحترام الراي الاخر. ده اول حاجه. الانفتاح بالحب ننفتح بالحب على بعض حتى لو كان في اختلاف بينا حتى لو كان في اختلاف نشوف نقط الطلاق اللي بينا لو كان في اختلاف برضه نحب بعض ونشوف ايه نقط الطلاق اللي بينا مش كله لا 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 لا, لا. في نقط طلاقي يبقى اول حاجة الاستماع للرأي الاخر تاني نقطة الانفتاح بالحب ومعرفة نقطة الطلاقي تالت حاجة عدم ضياع هوية كل كنيسة كل كنيسة لها هويتها ولها طقسها ولها نظامها ما نتدخلش فيه أهم حاجة نمرة أربعة غرس فكرة الوحدة إحنا عاوزين نتحد نحط الفكرة دي قدامنا نقطة مهمة قوي نمرة خمسة اللي هي وحدة في الإيمان الوحدة في الإيمان دي مهمة ما حدش يتنازل عن إيمانه أو عن عقيدته لا نحاول نوح نتوحد في الايمان. نمره سته البحث عن الحق. الايه بتقول ايه؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. يبقى يب نبقى حقانيين. يبقى في حق نحتاج للصلاه باستمرار. باستمرار نصلي من اجل بعض. وهم دايما في الاجتماعات بتاعتهم بيقولوا الصلاه الوداعيه بتاعت ربنا يسوع المسيح. ليكون الجميع واحدا. هو ده ده أحسن حاجة اللي تفرح قلب ربنا يسوع المسيح، يكون الجميع واحدا. هقولكوا تاني أهم النقط دي. ما هي مبادئ المبادئ التي نشأت عليها مجالس الكنائس المسكونية؟ أول حاجة الاستماع للرأي الآخر. تاني حاجة الانفتاح بالحب. تالت حاجة عدم ضياع هوية كل كنيسة، غرس فكرة الوحدة، الوحدة في الإيمان، البحث في الحق، نحتاج إلى صلاة مستمر طيب تعالوا بقى نشوف مجالس الكنائس أول إحنا عندنا مجلس كنائس مصر ده المجلس المحلي ده تأسس إمتى؟ في 18 فبراير 2013 الأعضاء اللي فيه اللي هو بيضم الكنائس الخمسة الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الشقيقة والكاثوليك والبروتستانت والاسقفيه ده المجلس المحلي اللي هو بتاعنا هنا بيضم ايه اللي هي الكنائس الشقيقه والكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليك والبروتستانت والاسقفيه تاسس في 18 فبراير 2013 الشرق الاوسط مجلس كنائس الشرق الاوسط ده مجلس اقليمي ده في بيروت في لبنان مقره بيروت ده تأسس سنة 1974 بيضم الكنائس الأربعة اللي هي في الشرق الأوسط اللي هي الأرثوذكس والأرثوذكس الشرقي والإنجيلية والكاثوليكية ما فيهوش الأسقفية ده اللي هو الشرق الأوسط مجلس الكنائس العالمي ده موجود في جنيف في سويسرا ده تأسس في 1848 يتضمن معظم الكنائس اللي هي البروتستانتيه والارثوذكسيه وما فيهوش الكاثوليك الكاثوليك بس استضافه بيستضيفوهم لكن مجلس الكنائس العالمي اللي هو في جنيف في سويسرا ده بيشتمل على البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس احنا كده نبقى خلصنا الوحده الرابعه هنتنقل بقى للوحده الخامسه الوحده الخامسه دي بتتكلم على القيم والعلاقات الانسانيه الموضوع الاولاني مفهوم حياه الطهاره والعفه ده الدرس الاول بيتكلم عن مفهوم حياة الطهارة والعفة ايه هي الطهارة اللي هي الاية اللي عارفينها احفظ نفسك طاهرة احفظ نفسك طاهرة الطهارة طبعا ليها علاقة بالعفة الطهارة والعفة حاجة واحدة العفة دي كمان مفهوم العفة ان هو ما عملش الخطية من الداخل اكون عفيف وطاهر ان انا ما عملش الخطية ده مفهومها اللغوي وليها سمات وهي ثمرة من ثمار الروح القدس، العفة أنتوا عارفين ثمرة من ثمار الروح القدس. والآية أحفظها كويس، أحفظ نفسك طاهراً. سمات العفة بقى. العفة دي إيجابية. أول حاجة إيجابية. يعني تهدف لحياة روحية طاهرة. ده أول حاجة. عميقة، سماتها خدوا بالكم. إيجابية، عميقة شاملة نامية، نحفظ الأربعة دول. العفة سماتها إيجابية، أولاً هي ثمرة من ثمار الروح القدس اتفقنا. سماتها إيه بقى؟ إيجابية، عميقة، شاملة، نامية. نتكلم عن كل جزئية كده بسرعة. إيجابية تهدف إلى حياة روحية طاهرة، دي أول حاجة. عميقة بتخش للوجدان والفكر. يعني مش مجرد حاجة ظاهرة. لا ده حاجه من الجوه بتخش في الوجدان والفكر شامله يعني بتشمل الغرائز والميول ناميه يعني تزداد كل يوم عمق عن اللي قبله ايه هي حياه الطهاره اللي هي حياه النقاوه حياه القداسه الواحد يعين ربنا فيها يحط ربنا قدامه يعرف ان هو بداخله الروح القدس وده بيحتاج جهاد ويقظه يبقى اذا الطهاره بتحتاج طه... الطهاره بتحتاج جهاد ويقظه بعرف ان انا جوايا الروح القدس لازم احافظ على نفسي واحافظ على قداستي اهميه حياه الطهاره بقى ومكانتها ليه مهمه بالنسبه لنا احنا كمسيحيين حياه الطهاره احنا عارفين بتتناسب مع الانسان اللي ايه على صوره الله ومثاله ده ربنا بيقول انا خلقتكم على صورته ومثالي ده انتوا شكله ربنا يبقى انا ما طاهر تاني نقطه يتناسب مع الابناء المختومين بالروح القدس احنا مختومين بالمعموديه حل علينا الروح القدس بداخلنا الروح القدس الروح روح الله ساكن فينا ازاي ما كنتش طاهر يبقى اول حاجه الحاجات اللي بتأهمية حياة الطهارة أهمية حياة الطهارة حاجة أول حاجة إن أنا على صورة الله ومثاله. تاني حاجة إن أنا مختوم بالروح القدس. ثالث حاجة وصية إلهية هامة إرادة الله قداستنا وطهارتنا رابع حاجة مهمة جدا الطريق للنجاح الطهارة طريقنا للنجاح تعالوا نشوف الناس اللي عاشوا في طهارة دول نجحوا يوسف كان الرب مع يوسف فكان يوسف رجلا ناجح نجح ليه لأنه إنسان طاهر رفض حاجة غير الطهارة كان إنسان طاهر حافظ على طهارته عشان كده نجح شمشون شمشون في بداية حياته كان كويس وعشان كده كان ناجح في بداية حياته. تعالوا نشوف عكسها بقى. بسبب الخطية وعدم الطهارة حصل ايه؟ إن الطوفان خل... ربنا خلى العالم غرق بالطوفان ده بسبب الدنيسة وعدم الطهارة. تاني حاجة أحرق سدوم وعمورة. تالت حاجة فقد شمشون قوته. يبقى احنا شفنا إن النجاح بيجي من الطهارة، الإنسان الطاهر دايماً بيبقى ناجح. الانسان الغير طاهر بيبقى مش ناجح طبعا بتدعم الصحه النفسيه والجسميه حاجه الاخيره تؤهلنا للتمتع بامجاد السماء تؤهلنا للتمتع ل... لينا ملكوت السماء يبقى احنا عرفنا دلوقتي اهميه حياه الطهاره احنا على صوره الله ان احنا مختومين بالروح القدس انها وصيه الهيه انها طريق للنجاح وعرفنا امثله بتدعم الصحه النفسيه والجسميه بتؤهلنا للتمتع بالامجاد السماء. طب الوسائل الوقائيه بقى عشان اقتني الطهاره عشان اقتني الطهاره ايه هي الوسائل اللي تخليني اقتني الطهاره اول حاجه تحب الرب الهك من كل قلبك ونفسك وقدرتك حب ربنا بدل بتحب ربنا يبقى هتعيش طاهر تغير ذهنك باتجاهات ايجابيه سليمه تغير ذهنك باتجاهات ايجابيه سليمه يعني ايه اعرف ان الجسد ده وزنه ربنا مديها لك لازم تحافظ عليها مقدسه موقفك من احنا بنغير ذهننا دلوقتي بالنسبه لجسدي اخد بالي ان جسدي ده هيكل الله نظرتي للجنس الاخر اتعامل معاه ازاي انا معين نظيره ده نظرتي للجنس الاخر ثالث حاجه ان انا ب... ب... إن... لما اتزوج يعني وكده احافظ على الجنس البشري ده الهدف الاعضاء الجنسيه دي مكرمه عند ربنا المداومه على الممارسات الروحيه اداوم على المؤتني اصلي واقرا في الكتب المقدسه والكتب الروحيه علشان احافظ على طهارتي دايما اتجنب الفراغ واستثمر الطاقات بتاعتي ما بقى... اسيبش ما نفسي فاضي ابدا واستثمر الطاقات بتاعتي بيقول ايه العقل الفارغ معمل للشيطان العقل الفاضي ده معمل للشيطان ابتعد عن اماكن الخطيه والصدقات المعسره لان المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيده يبقى من ضمن الحاجات عشان احافظ على طهارتي ابعد عن المعاشرات الرديه احافظ على حواسي طاهره نقيه اقفل حواسي من ناحيه الحاجات اللي مش كويسه في ايه حلوه قوي قوي انا بحبها قوي في نشيد الانشاد بتقول ايه على النفس البشريه ربنا بيكلم النفس البشريه بيقول لها ايه جنه مغلقه عين مقفله ينبوع مختوم ادي الحواس بتاعتك جنه مغلقه جنه مقفوله عين مقفله ينبوع مختوم هي دي الحواس بتاعتي لازم اتعامل معاها بكده. كمان من ضمن الحاجات قراءه الكتب الروحيه وسير القديسين. بتعطي استناره للقلب وللذهن. يبقى دي اللي هي الحاجات اللي تخليني احافظ على طهارتي. كيف نواجه الحروب الجنسيه؟ قوموا ابليس فيهرب منكم. اقاومه من الداخل عن طريق الفكر والقلب ومن الخارج عن طريق المؤثرات الحسيه. بعض الامور المعينه لمواجهه الحروب الجنسيه ايه بقى؟ كن يقظا على طهارتك اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة اهرب فورا من الخطية المعروضة عليك الشهوات الشبابية اهرب منها لا تقبل حوارات مع إبليس ارفض المسيرات الجنسية حارب الأفكار الشريرة وانت في الحرب اللي متعرض لا تستكبر ما تقولش لا أنا مش هقع لا ربنا بيقول في الآخر من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً كده احنا يبقى خلصنا الدرس الاول من الوحده الخامسه الى اللقاء الى الحلقه القادمه هناخد الدرسين اللي فاضلين اللي هو النجاح والزواج وحنركز قوي وخليكم معايا قوي الحلقه الجايه هنتكلم عن البوكلت عن النظام الامتحاني الجديد عندنا نموذج استرشادي من الوزاره هنحله مع بعض الحلقه الجايه ان شاء الله الى اللقاء